تحية طيبة وأهلا بكم مشاهدينا في برنامجكم الأسبوعي حقوق وحريات. نخصص حلقة اليوم لتسليط الضوء على الوضع الحقوقي في قطاع غزة الذي يعاني الأمرين من حصار وقصف وتجويع، ونبدأ من آخر التطورات حيث القصف الإسرائيلي العنيف صباح فجر اليوم الذي تعرض له القطاع أسفر عن عشرات القتلى والجرحى من بينهم أطفال ونساء. مطالب فلسطينية ودولية بوقف العنف. الخارجية الفلسطينية دعت كل الدول إلى تحمل مسؤولياتها لمحاسبة إسرائيل بما يتماشى مع القانون الدولي. المنسق العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند أعرب عن قلقه من التطورات في قطاع غزة بعد العملية العسكرية الأخيرة الإسرائيلية، كما وحملت جامعة الدول العربية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن التصعيد الخطير وتداعياته على المنطقة بأسرها. تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه القطاع موجة من القلق بسبب التصريحات الأخيرة لمنظمة الصحة العالمية التي أشارت إلى وجود معيقات تحول دون إعمال الحق في الصحة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك إعلان برنامج الغذاء العالمي بوقف مساعداته لآلاف العوائل في غزة بسبب نقص الموارد والتمويل. إذن مشاهدينا، قبل أن نبدأ الترحيب بضيوفنا دعونا نشاهد هذا المشهد المؤلم الذي ألمنا جميعا. طفلة وصلت إلى مشفى الشفاء بغزة رفقة والدها، مشهد مؤثر حيث استشهد الوالد جراء قصف الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء. يا جماعة لو سمحتوا يلا تخافيش يا عمو، تخافيش، لا تخافيش يا عم، هيو جاي تخافيش يا عمو، تخافيش بك علي. ها بدنا نطلع اجل ايش طلعنا. إذن هذا هو حال الطفولة في غزة اليوم. غزة أيضا تعيش حالة من الرعب بسبب القصف العنيف الذي طالها، حيث قتل وجرح العشرات بينهم مدنيين. نتابع. كل يوم طبيعي صحيح ببيع أنا كل يوم هنا وبخلص بدري، يعني بتقبل أجواء أحلى من هيك، بتقبل في حركة في دوام طبيعي للمدارس والعمال والدكاترة والموظفين كلهياتها. اليوم فجأنا أنه إضراب صار بدري، صار على الساعة 3 أو على الساعة 4 الصبح، صار القصف بدأ من الساعة 3 الصبح بدأ القصف وظل مستمر لحتى الساعة 5، و لحتى الآن الوضع مش طبيعي وبطمش وكان مرعب كثير الليل الجو لحتى الآن. والله اللي صار الليل الساعة 4 في قصف عنيف جدا جدا على مدينة رفح، أرعب الناس والأطفال وكبار السن، وكان احنا سمعنا انه في هدنه قبل 48 ساعه او 72 ساعه، لكن اللي هتغدروا فينا بس هذا اللي صار، يعني لانه من الساعه 4 لحديت الان ما الناس ما نمتش، والاطفال يعني صحيوا على صوت الانفجارات وارتعبوا. عندنا اطفال، عندنا نساء، عندنا رجال كبار السن، عندنا مرضى، فيعني شيء غير طبيعي. يعني خلاص.
دور صعب جدا وسيء جدا بشكل مش طبيعي. إنسان طبيب معروف، ابنه طبيب، زوجته صيدلانية، العائلة كلها مسالمة هادية أمينين، يحمل الجنسية الروسية، طبيب معروف وبيشتغل، ومش عارف جيقول لك إيش أوصلها. الناس أمنين في بيوت. إذا نبدأ بالترحيب بضيوفنا. معي من القدس المحتلة المحامي والناشط المقدسي الأستاذ بلال محفوظ، أهلا وسهلا بك سيدي. وكذلك من بريطانيا البروفيسور كامل حواش، رئيس حملة التضامن مع فلسطين في بريطانيا، أهلا وسهلا. بالإضافة إلى الباحث والناشط الحقوقي من بيروت الأستاذ ماجد الظاهر، إلى أن ينضم بقية ضيوفنا. أبدأ معك أستاذ بلال محفوظ من القدس المحتلة. يعني واضح أنه ما يجري اليوم لا حياة في غزة كما تابعنا، يعني السبل كلها مقطوعة عن الناس، هناك يعني صدمة في الشارع الغزاوي الذي هو أصلا يعاني الأمرين بسبب الحصار، بسبب نقص المساعدات إن كانت الغذائية أو الإنسانية هناك. يعني أود أن أسمع منك هذا الملف الشائك، تحديدا الملف الحقوقي. نحن نتحدث هنا يعني عن شعب تضيع حقوقه وكأنه يتعرض لإبادة جماعية، هل لك أن تصف لنا المشهد؟ بالفعل أول شيء نوجه التعزية لأسر الشهداء الحقيقة، ولربما بعض الأسر لا يوجد من نعزيه لأن العائلة بأكملها قد يعني فنيت بحكم واستشهدت، لم يبقى من نعزيه من العائلة. ولكن بكل الأحوال هذا ما تعانيه قطاع غزة منذ العام 2007، حصار مطبق من كل الجهات، من البحر، من الجو، من البر، من الجهة الشرقية لقطاع غزة يوجد طبعا المعابر الإسرائيلية، يوجد المعابر الاحتلالية تسيطر على قطاع غزة، من الجهة الغربية البحر يعني تحاصر قطاع غزة من جنوب القطاع ومن شمال القطاع بشكل طولي، ومن ثم على طول الواجهة الغربية يوجد حصار، كذلك من الجو الاحتلال يسيطر على جو قطاع غزة بشكل كامل، طبعا دخول المواد الغذائية، دخول المستلزمات الإنسانية الأساسية، كل مرتبط بالاحتلال، بأوقات الاحتلال، بدوام الاحتلال، وضمن إجراءات معقدة جدا وضمن فحوصات أمنية صعبة جدا، مما يرفع تكلفة البضائع المتوجهة إلى قطاع غزة، بمعنى أنه عملية وقوف البضاعة في الطوابير كما شاهدنا قبل قليل، الشاحنات تقف لأيام طويلة، أحيانا يومين أو ثلاثة حتى تحصل على إذن الدخول، ومن ثم إجراء عملية الفحص التي تتطلب عدة ساعات، ثم دخول البضائع. أحيانا بعض التجار يضطر إلى إتلاف البضائع، خاصة إذا كانت من الخضروات أو الفواكه التي لا تتحمل الحرارة والرطوبة، مع العلم أن قطاع غزة هو منطقة ساحلية ترتفع فيها الرطوبة بشكل كبير، فضلا عن أن المنطقة الشرقية من قطاع غزة والمسيطر عليها أيضا من قبل الاحتلال منطقة صحراوية، بمعنى أن الخضار والفواكه غير قادرة على الصمود في هذا الجو الحار جدا، رغم أنه غزة تعتبر من الأراضي الخصبة خاصة في هذا الموسم حقيقة. اسمح لي أستاذ بلال، أرجو أن تبقى معنا. نذهب إلى البروفيسور كامل حواش، رئيس حملة التضامن مع فلسطين في بريطانيا. بروفيسور كامل، شكرا لقبولك الدعوة. الوضع صعب، كنا خططنا لهذه الحصة أو الحلقة لنتحدث عن تداعيات التصريحات الأخيرة لبرنامج الأغذية العالمي بما يخص قطع المساعدات عن أكثر من 200 ألف فلسطيني، ولكن تأبى دولة الاحتلال إلا أن تقصف غزة مجددا، يعني تجعلنا يعني ليس بالإمكان إلا أن نتحدث عن ما جرى من حماية مدنيين بعد القصف العنيف الأخير. نحن لا نتحدث فقط عن شهداء منهم أطفال ونساء وجرحى، وإنما نتحدث أيضا عن الصدمات النفسية التي واجهت الصغار قبل الكبار. تفضل سيدي. يعني أولا
أرسل تضامننا وتعازينا من حملة التضامن مع فلسطين لأهلنا في غزة وفلسطين كلها. تعودنا وللأسف الشديد أن نستيقظ كل يوم على نبأ أن هناك عملية إرهابية إسرائيلية في الضفة، واليوم كانت العملية على قطاع غزة. نسبة الأطفال والنساء في من يعني استشهدوا كانت عالية جدا، ودائما نذكر بأنه إن كان الطفل إسرائيلي يهودي أو فلسطيني فهم أطفال يجب أن يحموا من هذا الاستهداف، لأن ما تفعله إسرائيل هو استهداف ليس بالخطأ يتم الوصول إلى من تريد، ولكن لا تأبه عن من هم معهم أو قربهم ومن يسكنون أماكن يعني مجاورة. نحن نعلم كثافة السكان في غزة عالية جدا، ولذلك أي صاروخ أو قنبلة تلقى لتستهدف مكانا معينا وهم يتشدقون بأنهم دقيقون بتصويبهم، إذن كيف يفسرون ما حصل؟ الواقع أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أول بند فيه يتحدث عن الحياة، أي أنه يجب أن لا تؤخذ الحياة عنوة من أي طرف، إن كان من إعدام أو إن كان كما نشاهد بهذا الاستبداد. إسرائيل تضرب بعرض الحائط بهذا الإعلان. القانون الإنساني الدولي أو الدولي الإنساني يضع عليها ضوابط كدولة احتلال، وهي لا تطبق أي شيء منها، تهدم البيوت، تهدم المدارس كما شاهدنا من يومين، وتقتل ويعني تتصرف ضد كل مبدأ من مبادئ حقوق الإنسان، وأيضا ضد كل مبادئ القانون الدولي، وطبعا في المقدمة إلى حد ما هو أنها ترفض أن يعود اللاجئون إلى منازلهم. فالوضع فعلا صعب، نحن نعبر عن تضامننا. أنا أيضا كفلسطيني أعزي العائلات التي يعني تأثرت بما حصل. يجب أن يتوقف هذا الإرهاب الإسرائيلي، وأنا للأسف أتخيل أن بن غفير عندما سمع بالقتلى لم يفرق بين من هم على حسب ما هو يفكر بهم، يعني من فصيل مسلح، والأطفال الذين صورهم يعني تدمي القلب. نعم، بما أنك تحدثت عن الأطفال، هناك صورة أرجو من الزملاء أن يظهروها الآن، صورة للطفلة الشهيدة هاجر البهتيني ذات 5 أعوام. أتمنى أن تكون الصورة جاهزة لأن نريد أن نعلق عليها. وأذهب للحديث مع الأستاذ الباحث والناشط الحقوقي الأستاذ ماجد الظاهر من بيروت. أهلا وسهلا بك سيدي، شكرا لقبولك الدعوة. هذه الصورة يعني أكيد هي موجودة الآن معنا، صورة الطفلة الشهيدة هاجر البهتيني. يعني بأي حق تقتل الطفولة؟ بأي حق؟ يعني هل هذه الطفلة إرهابية كما يعني يقولون بأنهم يستهدفون قيادات تابعة لفصائل الجهاد الإسلامي وغيرها؟ وهنا نتساءل، هؤلاء الأطفال بأي حق يقتلون؟ تفضل أستاذ. أولا شكرا لكم على الاستضافة، وتحية للشعب الجزائري الشقيق الذي طالما اعتدنا على دعمه للقضية الفلسطينية والفلسطينيين في كافة المواقف. شكرا. الرحم للشهداء والشفاء العاجل للجرحى. لابد من الإشارة أولا أن كل ما يقوم أو ما تقوم به الاحتلال يعد انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وترقى لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، كما أنها تتناقض بقواعد القانون الدولي الإنساني. فالاحتلال بات يضرب بعرض الحق جميع القرارات الشرعية الدولية وشرعة حقوق الإنسان والاتفاقات ذات الصلة، غير آبهم بطبيعة الحال، لا بأطفال ولا بمدنيين ولا بغيرهم. فالقانون الدولي الإنساني وضع وشرع ليهذب هذه النزاعات المسلحة والحد من آثارها السلبية طبعا، ولا آثار غير الآثار السلبية لهذه النزاعات.
فالاحتلال لا يفرق بين مدنيين وبين عسكريين، فهو أبدا لا يلتزم بمبادئ القانون الدولي الإنساني الأساسية، وخصوصا مبدأ التناسب ومبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية. لذلك العدوان الذي شهدناه فجر الأمس حين استهدف الاحتلال قادة عسكريين من حركة الجهاد الإسلامي، فهو استهدف في الحقيقة مبنى مدني ويوجد فيه يعني أعيان مدنية. لذلك هذه الطفلة بطبيعة الحال ليست إرهابية، وأي عاقل وأي منصف يعلم ويرى ذلك. ولا بد من ذكر أن هذه الانتهاكات كلها وقتل الأطفال والمدنيين يتم أمام يعني أعين المجتمع الدولي في ظل الصمت الصارخ الذي لا طالما حذرنا. يعني اليوم سمعنا أستاذ ماجد الكثير من التصريحات والقلق الدولي، الجامعة العربية، الأمم المتحدة، دول غربية عديدة قلقة من تدهور الأوضاع، وتقول أنه استمرار هذا التدهور والتصعيد لربما يؤدي إلى مشاكل ستؤثر على المنطقة بأكملها. أيضا هناك تصريحات من الفصائل الفلسطينية بأنها سوف ترد على هذه العملية العسكرية الأخيرة الإسرائيلية. اليوم يتم الحديث كونك حقوقي أستاذنا الكريم عن حماية المدنيين، لطالما طالب الشعب الفلسطيني بحماية، حماية دولية أو من أي نوع آخر، حماية المدنيين تحديدا الأطفال، لأنه غزة شهدت الكثير من المجازر، هي ليست المرة الأولى ونتمنى أن لا تكون، نتمنى طبعا أن تكون الأخيرة، لأنه يكفي يعني أهل غزة المزيد من العذابات والمعاناة. عندما نتحدث عن الحماية الدولية نسمع تصريحات عديدة، ولكن لحد الآن لم نجد أي حلول لهذه القضية. نعم كما ذكرنا أن القانون الدولي بروحه التي هي اتفاقية جنيف خصوصا الرابع منها التي عنيت بحماية المدنيين، أكدت على وجوب حماية المدنيين في كافة الأحوال. وكما ذكرنا أيضا أن هذه الانتهاكات الاحتلال تتم تحت أنظار المجتمع الدولي بصمت يعني صمت مريب منذ بداية الاحتلال منذ 75 عام. ولطالما نحن في المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان شاهد طالبنا بالتحرك العاجل للمجتمع الدولي بملاحقة قادة الاحتلال بمبادرات واقعية يعني من شأنها أن تلجم هذه الاعتداءات من الاحتلال على المدنيين الفلسطينيين خصوصا. إلا أنه كي نكون واقعيين، يعني هناك مصالح ومكاسب تحكم تصرفات هذه الدول، لذلك نرى في كثير من الأحيان ازدواجية في المعايير بما يخص حقوق الإنسان. فما الفرق بين الإنسان الفلسطيني المهمش والذي لا تنظر إليه هذه الدول بعين الجدية، وبين أي إنسان آخر في أي مكان؟ لذلك في حقيقة الأمر نحن بحاجة لتحرك جدي وتحرك عاجل من المجتمع الدولي ومن هذه الدول كي يلجم الاحتلال ويوقف عند حده ويمنع من هذه الانتهاكات المستمرة منذ سنين عديدة. شكرا جزيلا لك الباحث والناشط الحقوقي الأستاذ ماجد الظاهر، كنت معنا من بيروت، شكرا على هذه المداخلة. عودة إلى الأستاذ بلال محفوظ من القدس المحتلة. أستاذ بلال، برنامج الأغذية العالمي يعلق مساعداته للفلسطينيين بسبب نقص الموارد والتمويل، هل تعتقد أنه يعني القرار سياسي بامتياز؟ لماذا يعاقب الشعب الفلسطيني؟ نحن نتحدث عن أكثر من 200,000 شخص فلسطيني أصلا هم في وضع مزري للغاية. أين حق الحياة؟ أين الكرامة في العيش في ظل الحصار؟ بالفعل يعني هذا القرار يأتي ليعزز الحصار والقصف
والتجويع، وهذا عنوان الحلقة المناسب لهذا اليوم. الحقيقة أنه هذا يساعد ويؤجج عملية تجويع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، محاصرة الشعب الفلسطيني، وهناك اتفاقية دولية يمكن الدكتور أعلم منا فيها، اتفاقية منع عبادة الجنس البشري روما 1948 اللي بتمنع محاصرة أي شعب وإبادته أو إبادة أي جزء منه، وبالتالي إبادة الشعب في غزة من خلال قطع المساعدات، إغلاق المعابر، قطع المساعدات من خلال الأنروا، من خلال المؤسسات الدولية، هذا كله يساهم في تأجيج حالة التردي الاقتصادي وتشديد الحصار على قطاع غزة وإيصال الأمر إلى مرحلة الركوع الاقتصادي دعنا نسميه. وهذا المقصود منه ليس الشعب الفلسطيني، المقصود منه يعني تركيع المقاومة أو أنه هزيمة المقاومة في غزة عن طريق تشديد الحصار على كل الشعب. وهذا طبعا وبالضرورة وبالتأكيد وبكل الاتفاقيات الدولية مخالف، لأنه المدنيين في ظل الحرب وفي حتى في وقت الحرب أثناء الحرب أثناء القصف يجب تجنب المدنيين، يجب تأمين المرور القنوات الآمنة للغذاء والدواء والمستلزمات الطبية المستهلكات الطبية. حتى في أوكرانيا وروسيا كل العالم أهاج على روسيا وماج لأنه قطعت بعض طرق الغذاء، مما اضطر روسيا أن تعيد هذه الطرق، وبالتالي هذا شكل من أشكال الحصار وتجديد الحصار. يعني الحصار موجود، التجويع موجود، وبالإضافة إلى البرنامج العالمي الغذاء العالمي الذي يضيف أو يزيد الطين بلة في قطاع غزة من أجل تركيع هذا الشعب. وهذا الكلام مرفوض حقوقيا، مرفوض إنسانيا، بمعنى أنه هؤلاء الأطفال إحنا شفنا اليوم بالقصف بأن المراد قصفهم 3 أو 4 أشخاص، يتم قتل 15 أو 16، معظمهم من النساء والأطفال الآمنين في بيوتهم، ثم أنه عملية القتل التي تمت، يعني هناك بعض المواقع الإلكترونية في فلسطين هنا نشرت بأنه هذه الشخصيات التي تم قتلها كان يفترض أن تتوجه إلى مصر من أجل إجراء بعض المفاوضات واستكمال المفاوضات التي تمت في جولة القتال الأخيرة، وأنه تم استهدافهم أثناء توجههم إلى منازلهم من أجل الحصول على شنات السفر والتوجه غدا صباحا اليوم. يعني طيب إذا هم عارفين هم وين موجودين ويعني عارفين يراقبوا القيادات، لماذا يعني تتم الاغتيالات داخل البيوت والأماكن السكنية حيث يوجد أطفال ونساء وشيوخ كبار؟ الحقيقة هو الذي جرى أنه هذا الوفد 3 أو 4 أو 5 شخصيات كان يفترض أن يتوجه اليوم إلى مصر العربية من أجل استكمال المفاوضات على شروط الهدنة، وبالتالي عندما يكون هناك وفد ويكون هناك تنسيق على أعلى المستويات ومن خلال المخابرات المصرية ومخابرات في قطاع غزة ومن خلال المخابرات الإسرائيلية، يكون هؤلاء أعضاء الوفد يعني بالغالب لا يتم تعريضهم للقتل، يجب أن يكون في حماية لأنه هم مفاوضين في النهاية، هم مفاوضين وليس مقاتلين، يعني هم يقوموا بمهمة سياسية وليست عسكرية، وبالتالي هم خرجوا من أماكن التي يحتموا بها من أجل التوجه إلى بيوتهم وتوديع أطفالهم والحصول على شنطة الحقائب التي سوف يسافروا بها، ويتوجه الساعة 7 أو 8 أو 6 صباحا إلى معبر رفح حيث سيكون هناك إجراءات معقدة قبل وصولهم إلى مصر. ولكن كان يفترض أن يكون هؤلاء الأشخاص آمنين بحكم أنهم الأشخاص التي تم تدوين أسمائهم بأنهم في الوفد الذي سوف يقوم بالذهاب للمفاوضات، وهذا اختراق آخر، بمعنى أنك قمت بقتل أشخاص يفترض أنهم مؤمنين، بمعنى أنهم يعني سوف يأتوا للتفاوض غير المباشر مع الاحتلال من خلال المخابرات المصرية، وبالتالي هذا أيضا يعتبر انتهاك ويشكل إحراج كبير للدولة المصرية وللمخابرات المصرية، لأنه الشارع الفلسطيني الآن
رأيت تعليقات على الفيسبوك وعلى الواتساب وعلى وسائل التواصل الاجتماعي بأن هناك تآمر، يعني أنه وكأنه الدولة المصرية هي التي سلمتهم، وربما يكون هذا الكلام غير صحيح، ولكن هذا ما يتم على الأصل. وأتمنى أيضا أن الدولة المصرية تصدر بيان يعني تنفي فيه هذا الكلام وتدين هذه العملية الإجرامية، وهذا المتوقع من الشعب المصري. لذلك هذا يشكل أيضا يعني في هذه العملية تحديدا أيضا انتهاك آخر، بمعنى أنه الوفد السياسي المتوجه إلى عملية مفاوضات يتم استغلال العملية المفاوضاتية من أجل قتل ويعني دعنا نسميه التخلص من هذا الوفد أمنيا، وإظهار العملية وكأنه عملية بطولية أمنية، علما أنهم توجهوا إلى منازلهم باعتبار أنهم بين قوسين في حالة أمان من الاحتلال. شكرا جزيلا لك سيد الكريم الأستاذ بلال محفوظ المحامي والناشط المقدسي، كنت معنا من القدس المحتلة، شكرا على هذه الإفادة. وأذهب إلى البروفيسور كامل حواش، وانضم إلينا أيضا الصحفي من قطاع غزة علاء شمالي. أهلا وسهلا بك أخ علاء، دعني أتحدث قليلا مع دكتور كامل حواش. كامل، يعني الجميع مستهدف كما ذكر ضيفنا من القدس المحتلة، يعني حتى الحصانة يعني لا تعني دولة الاحتلال كما فهمنا. يعني أود منك أن تحدثنا عن موقف الدولي، موقف منظمات حقوق الإنسان، المؤسسات الدولية التي تتضامن مع الحق الفلسطيني، عندما تشاهد مثل هذه الغارات اللي بيروح ضحيتها أطفال وشيوخ ونساء، يعني ما هو ردهم؟ ما هي ردود الفعل في الغرب؟ تفضل سيد. يعني اسمحيني أولا أن أضيف على موضوع ما سمي بالحصانة التي تحدث عنه زميلنا بن غفير، وهو أحد الوزراء الفاشيين الجدد الموجودين بهذه الحكومة، هو يحرض على استهداف القيادات. يعني هو ليس معنيا بالسلام، ليس معنيا بمفاوضات تجري في مصر أو أي مكان آخر، بل هو يحرض على اغتيال القيادات، كما يحرض على إعدام السجناء، كما هو من يعني رأس الهرم بالنسبة للسجناء واستشهاد الأسير خضر عدنان الأسبوع الذي مر. وهو انسحب إلى حد ما من الحكومة وبدأ يقاطعها، ولكن يبدو وما سمعته من نتنياهو يريده أن يعود، ولذلك كان جزء من هذه الصفقة، هذا ما سمعته، أن يتم استهداف الثلاث قياديين في الجهاد الإسلامي. فلا نتحدث عن أن هناك حصانة وغير حصانة، الموضوع بيد إسرائيل، لديها الاستخبارات، ربما تأكدت لها أماكن تواجدهم بسبب زيارتهم غدا، وهذا يعطي دليلا آخر على أن إسرائيل لا تريد السلام. يعني هي كانت تريد السلام، لا تركت هؤلاء يذهبوا إلى مصر ويتم تثبيت الهدنة، لأن ما يريدونه هو أن لا يكون هناك اعتراض صواريخ أو استهداف بأي طريقة. بالنسبة للمجتمع الدولي، إذا دائما نفرق ونذكر المشاهدين بأن هناك فرق كبير بين الدول وبين الشعوب. الشعوب تتضامن مع الشعب الفلسطيني، ترى وتعي ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات لجميع الاتفاقيات، اتفاقيات حقوق الإنسان، اتفاق أوسلو، قرارات مجلس الأمن، هي لم تطبق شيئا منها، بل وذهبت حتى إلى اغتيال مثلا صحفيين، ونحن نتذكر الشهيدة شيرين أبو عقلة التي قتلت العام الماضي بهذا الوقت، يعني وهي تؤدي واجبها الصحفي. ما سنقوم به هنا مثلا في بريطانيا، هناك مسيرة يوم السبت القادم من البي بي سي إلى أمام مكتب رئيس الوزراء 10 دارينج ستريت، وهناك أيضا الليلة لمن يريد أن يشارك
احنا كنا نعمل على احياء ذكرى النكبة. النكبة نعم. فهناك متحدثون مختلفون، فمن اراد ان يشارك بذلك ممكن ان يذهبوا الى موقع حملة الوطن. على ما يبدو الاحتلال يريد ان يعيش الفلسطينيين نكبات وليس نكبة واحدة. اسمح لي. بالضبط هو نعم. ما سنتحدث عنه ان النكبة مستمرة. نعم. لم تنتهي ب 48. نعم. اسمح لي دكتور كامل حواشة، اذهب الى غزة مباشرة مع الصحفي علاء شمالي. أهلا علاء، كيف الحال؟ شكرا لقبولك الدعوة. بداية نريد أن نطمئن، أكيد كانت ليلة صعبة بالنسبة لكم. مرحبا بك وجد. أهلا مشاهدي. ليلة كل ليلة تعب الفلسطيني في كل مكان. نعم. تليفة بصيغة الغد اقترافه. يبدو أنه علاء الصوت يتقطع، أرجو أن تبقى معنا لحل هذه المشكلة. وأذهب الآن إلى بروكسل، معي من هناك الأستاذ أحمد فرسيني منسق المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد، شكرا لقبولك الدعوة. إذن واضح أنه أهلنا في غزة ليس لهم الحق في الحياة، ليس لهم الحق في الأمن الغذائي، الكرامة الإنسانية. يعني واضح أنه غزة ما زالت ليس فقط تحت الحصار، ما زالت تحت القصف، وأيضا يعني في محاولة وكأنه لتجويع هذا الشعب المغلوب على أمره. كيف ترى الصورة اليوم، وكيف ترى ردود الأفعال الدولية، خاصة أنه حضرتك في بروكسل وقمتم بالعديد من المحاضرات والندوات وتتواصلون مع الدول الغربية والاتحاد الأوروبي فيما يخص القضية الفلسطينية وتحديدا الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني؟ حقيقة أن ما يجري في غزة نعم هو ليس الجوع وإنما التجويع، إنما يجري هو سياسة لتجديد هذا الحصار بشكل أو بآخر. وإن كان يعني برنامج الغذاء العالمي له أعذاره ونتفهمها بحكم أن يعني الجوع اليوم يزداد في كل بقاع العالم، وكما يقول البرنامج نفسه أنه حوالي 18 دولة بحاجة ماسة لدعم البرنامج. ولكن الوضع في غزة كان مختلفا من بعض الشيء، إذا أن أصلا برنامج الغذاء العالمي هو أزمة مؤقتة، وهو فك يعني لحالة ليست مرتهنة باحتلال عمره 75 عام. ولكن ما يجري الآن هو التفاعل مع الواقع الحالي ومعالجة يعني معالجة نتائج الاحتلال، معالجة نتائج النكبة وليست النكبة بحد ذاتها، معالجة تحسين ظروف اللاجئ الفلسطيني في غزة، إذ أن يعني 70% من سكان قطاع غزة هم لاجئون. وهنا ما يتم هو التعدي على حقوق اللاجئ الفلسطيني الذي من المفروض أنه تحت الحماية. ولكن اسمح لي أستاذ أحمد فرسيني، يعني قلنا أنه أزمة مؤقتة، ولكن فيما مضى عندما كان هناك ضغوط تتعرض لها الأنروا ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين كمان قلنا أنها مؤقتة، ولكن استمرت الأزمة. أنت تعرف حضرتك يعني كيف انخفضت المساعدات، إن كانت الصحية أو التعليمية أو كذلك الإنسانية، بسبب عدم توفر الموارد كما قيل آنذاك، ولكن المأساة استمرت حتى يومنا هذا. هذا ما أقوله عفوا، هو أن هذه البرامج هي لعلاج فترة مرحلية. يعني تقصد أنشئت لهذا الغرض، لعلاج فترة مرحلية. نعم. ولا يوجد هناك برامج في الأمم المتحدة مثلا لدعم شعب يقع تحت الاحتلال لمدة 75 عاما. هذه هي المشكلة وهذا هو التناقض، إذ أن المجتمع الدولي الذي يعني يتغنى بإنقاذ أطفال العالم و30 مليون طفل في العالم اليوم يعانون من الجوع ومن سوء التغذية، وهم يعني يتركوا هذا الاحتلال يستمر لمدة 75 عاما، والآن كانوا حتى اليوم يعني حتى هذا التراجع عن هذا البرنامج الغذاء العالمي كانت المحاولات هي لتحسين ظروف الناس وإطالة عمر
عمليا هم بذلك يطيلون عمر الاحتلال. ولكن ما يجري اليوم هو أيضا التخلي عن هذا الأسلوب بتحسين ظروف العالم وتمديد سنين الاحتلال. هم اليوم أيضا يتخلوا عن يعني الإبقاء على شيء من صمود هذا الشعب وإن كان تحت احتلال. وهنا يجب التوضيح، لأنه سألنا كثير من الفلسطينيين حقيقة أنه هل بالفعل تحتاجون إلى هذه المساعدات. المسألة لا تكمن في المساعدات الإنسانية والمادية والغذائية بقدر ما هي كما ذكرت لمرحلة مؤقتة حتى يصمدوا في وجه الحصار ووجه الاحتلال، لأنه من طبيعة هذا الشعب يريد أن يعمل، يريد أن يعيش حياة كريمة، يريد أن ينتج، ولكن هناك الكثير من القيود التي تمنعه فعلا من ذلك، لذلك يضطر إلى تلك المساعدات، أليس كذلك يعني أستاذ أحمد؟ ظلينا في حدود غزة، حدود غزة المغلقة. في غزة اليوم كما قلنا 70% من سكان قطاع غزة هم لاجئين، وهؤلاء تحت الحماية الدولية، ويجب على الأونروا تشغيلهم. هو أصلا اسمه برامج تشغيل اللاجئين ودعم اللاجئين. فإذا يعني هؤلاء منهم 45% من قطاع غزة اليوم يعاني من البطالة. نعم. البطالة لم تأتي من عبث، لم تأتي لأن الناس لا يريدوا العمل، البطالة لأن هناك المؤسسات والشركات المشغلة لهؤلاء أغلقت ويعني وتعطلت مصالحها بحكم الحصار المفروض على قطاع غزة. يعني إذا المشكلة ليست بال 45% من العاطلين عن العمل، ومن هؤلاء ال 45% فهناك 80% من هؤلاء. نعم. هم بحاجه لمساعدات عينيه يوميه، هم عندهم. نعم. الكوبونات الطعام والاكل، هؤلاء بامس الحاجه. لم يكن ذلك يعني من اختيارهم، وانما فرضت عليهم مع الاسف. اسمح لي استاذ احمد، عذرا للمقاطعه، سوف اعود لك. اذهب الى غزه مع الاستاذ على شمالي، اتمنى ان يكون الصوت واضح الان. اهلا وسهلا بك من جديد. حمدا لله على سلامتكم. القصف كما كان صعب وعنيف كما سمعنا، أريد أن تنقل لنا صورة ما جرى، تفضل. يعني أولا في البداية وجداني ليلة ككل اللي تعيش غزة والشعب الفلسطيني في كل مكان، لكن هذه الليلة كانت مختلفة وكانت بطعم الغدر من الاحتلال الإسرائيلي، وهذا دائما الاحتلال الإسرائيلي هو في كل زمان وفي لذلك كانت ليلة صعبة على سكان غزة. لكن أعتقد أن الأمر لن يكون يعني يوما أو يومين، فلن يؤثر تأثيرا بسيطا. الأمور ذاهبة إلى يعني دعنا نقول أيام طويلة في هذه الجولة. الآن نتحدث عن يعني ربما دعنا نقول أمور متغيرة عن الجولات السابقة. احنا الآن نتحدث عن ما يقارب 20 ساعة على عملية الإغيال، والمقاطعة حتى هذه اللحظة لم تطلق صواريخها ردا على، واكتفت فقط بالتهديد، وقالت حقية المقاومة المشتركة أن هذه الجريمة لن يعني تذهب سدى، ويتم الرد بحجم الجريمة التي وقعت الليلة الماضية. هذا يعطينا دليلا واحدا اليوم، أن المقاومة باتت موحدة، وأن ما يحصل خلال الساعات القادمة سيكون ردا فلسطينيا باسم الشعب الفلسطيني. نعم. كله. ولكن أخ علاء، دعنا نتوقف عند ما حدث من تدمير. يعني يقال أن هناك تدمير أكثر من 11 وحدة سكنية، وبالتالي هذا معناه أن هناك مشردين جدد. نحن لا ننسى الحرب قبل عام وما قبلها من تصعيد عسكري إسرائيلي، كيف أن الناس دمرت منازلها ويعني كانت بيوتها هي المدارس مع الأسف الشديد. أريد أن تحدثنا عن صورة هذا الوضع الجديد لعوائل دمرت منازلهم. يعني بالفعل في الليلة واحدة دمر ما يقارب 11 منزل، وباتت هذه العوائل بلا مأوى وبلا سكن، وهي الآن أعتقد أنها بدون مأوى حتى هذه اللحظة. الأهم من ذلك أيضا وجدان أن هذه العملية أسرت عن استشهاد 4 أطفال، 4 نساء. نعم. ما يقارب 10 مصابين بين النساء والأطفال. هذا هو
طبيعة الاحتلال الإسرائيلي. ما يحدث مع هذه العوائل أنا أعتقد يمكن أن يجدوا مسكنا بديلا بهذه بسرعة كبيرة، لأن العدد يعتبر قليل. ماذا لو بقيت هذه الجولة من التصعيد أياما عديدة؟ يعني نتمنى أن لا يطول هذا التصعيد. سؤالي لك، يعني في ظل الحصار والقصف خاصة المباغت، يعني نحن نتحدث يعني عن قصف بدون سابق إنذار، على الرغم من أنه دولة الاحتلال طلبت من يعني الإسرائيليين في المناطق القريبة من قطاع غزة بالذهاب إلى الملاجئ وإغلاق المدارس وغيرها حتى لحماية مواطنيها، وبالتالي ألا يعتبر هذا انتهاك بحق الفلسطينيين والقانون الدولي؟ يعني بالفعل الاحتلال الإسرائيلي منذ سنوات طويلة يتغذى على الانتهاكات ضد الفلسطينيين أينما حلوا وأينما ارتحلوا. غزة لها تجارب كثيرة مع الاحتلال الإسرائيلي الذي دائما ما ينتهك الأطفال والنساء وتدمير البيوت. قبل عامين في الحرب الأخيرة أكثر من ما يقارب 1500 بيت تم تدميرهم بشكل كامل. يعني يتعمد القصف بدون سابق إنذار، يتعمد قصف المدنيين، يتعمد قصف الأبراج السكنية التي تأوي ما يقارب 1000 شخص داخل برج سكني يتم تدميره في 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 لحظة واحدة. هذا الاحتلال الإسرائيلي لديه تجارب كثيرة مع غزة، وهو الآن في هذه اللحظة يواصل قصفه حتى الآن رغم عدم رد المقاومة حتى اللحظة. والآن هناك شهداء جدد يرتقون في خان يونس جنوب قطاع غزة، وبالتالي هو الآن يستخدم كل أساليبه من أجل جر غزة إلى مواجهة مفتوحة ومواجهة متعددة الأيام والمراحل والمستويات، وربما متعددة أيضا الأماكن والساحات. وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي ذكرنا أنه يتغذى على أوجاع وآلام الشعب الفلسطيني في غزة، وهذه المشاهد التي تعرض الآن على الشاشة هذه من ليلة واحدة قضتها غزة، وشاهدوا حجم الأسى والألم في قلوب النساء الذين يتصارعن للخروج من بيوتهن فقط بما يعني بما يستطعن أن يأخذن من ثياب السترة فقط. وهذه المشاهد التي تعرض للأطفال والنساء والشيوخ، حجم الوجع كبير جدا في غزة. يعني نتمنى أن يعني يتم وضع حل لهذا الحد لهذا على الأقل حماية المدنيين. جزيل الشكر لك الصحفي على شمالي، كنت معنا من غزة عذرا لضيق وقت البرنامج. يعني سنتواصل معك للإطمئنان أكثر عليكم. أعود للبروفيسور كامل حواش. بروفيسور كامل، يعني عندما نتحدث عن غزة وعن أنه قد تطول المعركة والتصعيد قد يستمر لعدة أيام لربما، نتمنى لا طبعا لو كان هناك مساعي للتهدئة، يعني نتصور أنه في دولة الاحتلال هناك ملاجئ مؤمنة لأعداد كبيرة من أجل الحماية، ولكن في قطاع غزة لا توجد ملاجئ لحماية المدنيين. لا توجد ملاجئ، لا أدري عن صافرات الإنذار حتى التي هي موجودة في المناطق المحتلة عند السياج وغير ذلك. النقطة الإضافية هي أيضا أنه يعني لا يتخيل الشخص عندما يتم ضرب منطقة بهذه الطريقة العنيفة جدا بصواريخ بطائرات أن الرعب ليس فقط لمن هو في يعني حدود أمتار من هذا المكان، بل غزة مكان صغير والكل يسمع ما يحصل، وهناك إرهاب للأطفال. نعلم أن بعد الحروب التي حصلت ضد غزة أن التأثير على نفسية الأطفال كان صعبا جدا، يعني هم يتبولون في أسرتهم، يخافون أن يخرجوا، يلتصقوا بأهلهم. يعني ليس أي شعب يعاني مثل هذه المعاناة
بعد 16 عاما او 17 عاما من الحصار. المفارقه التي نراها جليه هي ما يحصل في اوكرانيا وروسيا وفلسطين واسرائيل. الواضح ان وهذا هو الشيء الذي نعمل جميعنا من اجل ان يتغير، هي ان التضامن مع الاوكرانيين يفوق بطريقة كبيرة من الحكومات، أنا لا أتكلم عن الشعوب، يفوق بطريقة كبيرة التضامن مع الفلسطينيين. العقوبات التي أنزلت بروسيا لم يتم إنزال عقوبة واحدة بإسرائيل، حتى كما قلت بالاتحاد الأوروبي الذي دمر مدرسة قبل يومين يعني قال أن هذا غير مقبول، يعني ممتاز، وبعد ذلك ماذا ستفعل؟ هل حتى ستسترد أموال دافع الضريبة الأوروبي؟ لأن بالبداية هذه أموال دافعي الضريبة في أوروبا، ولكن نحن نتحدث هنا عن قتل، لا نتحدث عن تدمير مدارس، ولكن تدمير بيوت، تدمير آمال بمستقبل أفضل. نعود ونقول أن هناك حكومة يمينية متطرفة فيها وزراء فاشيون لا يريدون أن يبقى في هذه الأرض فلسطيني واحد، فإما أن يذهبوا إلى أماكن أخرى، وإما إن صمدوا فهم متعرضون للقتل. يعني هذه هي سياسة بن غفير وغيره، كان يحمل مسدسه في الشيخ جراح، الموضوع ليس فقط ضرب هو شخصيا قبل أن يصبح وزيرا، ولكن هو يحرض على إعدام السجناء، يحرض على قتل الفلسطينيين، طلب من نتنياهو أن يعطيه مجالا لعملية في الضفة، أي أن الموضوع لن يقف هناك. وبنفس الوقت تقول دولة الاحتلال قد نخوض حرب على كل الجبهات، طب من هو المسؤول عن ذلك؟ المسؤول عن ذلك هي قياداتكم الفاشية التي لا تحترم أي، وتحدثنا عن الاتفاقات الدولية، أي اتفاق دولي، حقوق إنسان، وأيضا تتعامل بفوقية أن حق اليهودي على أرض فلسطين التاريخية أهم من حق الفلسطيني إذا كان له حق. ونحن نعمل على أن يتم تغيير هذه السياسات، كان في أوروبا، في بريطانيا، وفي أمريكا، لأنه عندما تغير الحكومات مواقفها وتتقبل أنه ليس هناك سبب أن تقبل أن تذهب أوكرانيا إلى محكمة الجنايات الدولية ولكن يمنع الفلسطينيين من ذلك، يعني هنا خاصة بروفيسور كامل حواش بأنه الإنسانية لا تتجزأ إن كانت في فلسطين أو في السودان أو في أوكرانيا أو غيرها من الدول التي تشهد صراعات. اسمح لي أذهب إلى الأستاذ أحمد فرسيني للحديث أكثر في هذه النقطة وازدواجية المعايير. يعني لطالما سمعنا من الفلسطينيين معاناتهم المريرة مع هذا التمييز ضدهم، وكأنهم جاءوا من الفضاء أو ليسوا ببشر كالآخرين. يعني انظري، يعني هي عدة نقاط. النقطة الأولى التي أود التعليق عليها أن هذا البرنامج وتوقيفه أو تعليق هذه الخدمات لهذا البرنامج الغذاء العالمي، ربما أن تكون يعني كيف يمكن استغلالها؟ يجب تسيير الغضب الشعبي أو غضب المحتاجين لهذا البرنامج بوجه الاحتلال، ليتحمل الاحتلال مسؤولياته، وهذا دورنا جميعا كفلسطينيين ومتضامنين وأصدقاء إلى فلسطين. إذن هذا الغضب، غضب الجوع إذا شئنا وللأسف الموجودون بغزة، هذا الغضب يجب أن يتوجه في وجه الاحتلال ليتحمل مسؤولياته. أما المسألة الأخرى، إذا أن الاحتلال يقوم في حصاره أو يعني يركز على حصاره على قطاع غزة ويحسب السعرات الحرارية بالمنتجات التي يدخلها من المعابر الإسرائيلية، يعني تخيلوا لأي حد يصل هذا الحصار، هم يحسبوا السعرات الحرارية، يحسبوا المواد التي تدخل لضمان فقط البقاء أحياء، يعني ولا نتحدث عن الأمن الغذائي، وإنما نتحدث فقط لضمان بقاء الناس أحياء. هذه كارثة بحد ذاتها. نحن يعني نتحدث هنا عن الدبل ستاندرد، عن ازدواجية المعايير. في يعني منذ أسبوع كان لدينا مؤتمر في هنا في الاتحاد في بروكسل، وكان مدعوين لدينا أعضاء برلمان أوروبي ودبلوماسيين وعالميين إلى ما ذلك ومنظمات أهلية، وتحدثنا عن ازدواجية المعايير وكيف يمكن للعالم أن يقبل
حصارا على لاجئين أصلا، وكيف يمكن أن يقبل العالم حصارا على شعب يعاني هذه المشاكل الاقتصادية والأمن الغذائي إلى ما ذلك مقابل آراء سياسية؟ يعني لم يدفع لما على هذا الشعب الفلسطيني أن يدفع الأثمان مرة تلو الأخرى؟ ولكن كما نقول حقيقة ازدواجية المعايير وغياب هذه العدالة الدولية التي يعني أنا حتى وإن كنا نعمل في مجال السياسة والدفاع عن حقوق الإنسان، ولكن صحيح حقيقة لم يعد هناك الثقة الكافية في هذه المنظومة كليا. هذا النفاق وهذه الألاعيب، يعني مثلا هذا برنامج الغذاء العالمي يحتاج إلى دعم. آخر دعم ربما تلقاه هذا البرنامج في 2016 أكثر من 5 مليار يورو أو 5 مليار دولار، وتقف الدول ويرفع أيدي المسؤولون يرفعوا أيديهم متبرعين. إذن هي قرارات سياسية من أجل لربما الضغط على الفلسطينيين للتنازل عن حقوقهم. نعم، هذا جزء من الحصار الضاغط على الشعب الفلسطيني، ولتنفجر بالنسبة لهم، ولتنفجر غزة في وجه حماس. نعم، ولكن يعني أنا آمل أن شعبنا الفلسطيني يكون مدركا لكل هذه. نعم، أنا أعيش في بروكسل ولا أعاني هذه المعاناة وللأسف الشديد، ولكن أنا أدعو فعلا الشعب الفلسطيني للتنبه لمثل هذه المؤامرات، وأن يكون الغضب العارم في وجه الاحتلال وليس في وجه فلسطيني آخر. شكراً. على الاحتلال تحمل مسؤولياته كسلطة احتلال، وكفى للعلاج المؤقت للحالات شكراً الإنسانية. شكرا للأستاذ أحمد فراسيني المنسق المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية، كنت معنا من بروكسل. نعتذر، انتهى وقت البرنامج. الشكر موصول للبروفيسور كامل حواش رئيس حملة التضامن مع فلسطين في بريطانيا. المشاهدين، أشكر حسن المتابعة، إلى اللقاء.